بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة بلقاء آخر في الجانب العملي لمادة ماتلاب. في هذه المحاضرة سوف نتعرف على أنواع الصيغ التي يمكن أن نعرض بها الأرقام في الماتلاب، وسوف نتعامل مع الكوماند ويندو بشكل مباشر، واللي ممكن أن نستخدم هذه الأوامر لاحقا في الام فايلز لأجل تسجيلها على شكل خطوات قابلة للتنفيذ بشكل متتالي. الماتلاب بشكل قياسي وتلقائي يتعامل، يعني ديفولت يتعامل مع فورمات اللي هي يسموها شورت القصيرة. ميزة الماتلاب مثل ما أخذته بالجانب النظري، هناك مجموعة من المتغيرات المعرفة سلفا لديه. يعني على سبيل المثال لو نبتدي بالباي، الباي معرفة لدى الماتلاب بأن هي قيمة النسبة الثابتة للدائرة اللي هي محيط الدائرة مقسوما على قطرها اللي راح يكون 3416 بالـ10000. لو نلاحظ هنا عندنا أدي الأنصار اللي هو المتغير التلقائي اللي عرفه الماتلاب. خلينا نحول الى الورك سبيس لاجل ان نلاحظ بان هنا تم تعريف عندي الانسر. هذا المتغير التلقائي اللي يخزن به النتائج في اي معادلة او صيغة لا تحتوي على يساوي. يعني انا هنا من طلبت قيمة ماتلاب ما عندي يساوي، فبالتالي ماكو فد متغير يخزن به نتيجة العملية، فهو تلقائيا يخلق متغير اللي هو اي ان اس اختصار كلمة الانسر الاجابة ويخزن بها. فالان عندي القيمة هسه ظهرت لي على شكل عدد صحيح مع فاصلة عشرية واربع مراتب عشرية بعد الفارزة. لكن في كثير من التخصصات العلمية والفيزيائية اربع مراتب بعد الفاصلة هي غير كافية، خصوصا يعني ان شاء الله من درسون مادة النووية راح تلاحظون بان بالمرتبة السادسة اللي هو راح يكون التغيرات بالقوة النووية والكتلة النووية، بالتالي يعني يحتاج إلى صيغة ذات تسمح لي بأن تعرض لي مراتب بعد الفارزة أكثر من أربع مراتب. فالصيغة الأخرى اللي هو اللونج، فهنا نعطي الأمر مات القياسي اللي هو فورمات، مقصود بها الفورمات اللي هي صيغة الرقم، آلية عرض الرقم، أكرر عرض الرقم وليس قيمة الرقم. فهنا نسجله بأن لونج طويل وليس قصير، نقول له انتر، تنفذ الأمر. نشوف هنا ما تغير عندي شيء، ليش؟ لأن أنا من الآن ولاحقا سوف تعرض الأرقام بصيغة اللونج. فهسه من أجي أطلب من عنده من جديد أقول له عرض لي قيمة الباي، راح نشوف قيمة الباي تغيرت، أصبحت ثلاثة عدد صحيح فارزة، وعندي لو نجي نعدهن راح يطلع عندي 14 مرتبة، 2 4 6 8 10 12 14 مرتبة بعد الفارزة. هذه ال 14 هي ترى نفس الرقم السابق اللي هنا 4 مراتب، ولكن لأجل العرض، أكرر لأجل العرض، تم تقريب هذه المراتب العشرة السابقة إلى 6 بالـ10. يعني هاي الخمسة دني كلها تقريبا قربت لي الخمسة بالعشرة إلى آسف الخمسة بالـ10000 إلى 6 بالـ10000. فعرضت لي مرة أخرى الباي بصيغة أفضل وأدق. بالمناسبة الباي مثل ما تعرفون هو ثابت كوني، بمعنى أن عدد المراتب بعد الفارزة هو عدد غير منتهي. فبالتالي أنا عندي هذه التسعة ترى مو نهاية الباي، وإنما هنالك أعداد أخرى غير منتهية من الأعداد العشرية، مراتب العشرية، لكن ما يسمح به الماتلاب هنا هو 14 مرتبة بعد الفارزة. بنفس الوقت مرات الرقم اللي عندي يكون عدد يعني كبير جدا. هذا العدد مو فقط بالجزء العشري وإنما حتى بالعدد الصحيح. يعني أنا أحتاج أن أستخدم أسلوب يعني في 10 أس كذا، يعني 10 أس 3، 10 أس 2، 10 أس ناقص 10. فهنا أنا أحتاج أن أغير الصيغة ماتي، فأقول له فورمات
فابتداء يعني رجع لنفس الشورت القديم اللي هو ديفولت شورت، اللي هو الديفولت اللي بالبداية انطلقنا من عنده، اللي هو هذا اللي كان 4 مراتب بعد الفارزة، وأضيف له سبيس وأضيف له حرف إي. إي يعني إكسبونينشال، ضيف لي في 10 أس كذا. وهنا من أضيف الإي أجبره حتى لو كان الرقم ماكو حاجة بأن أضربه في 10 أس فد رقم معين، يصيغ لي بطريقة الإكسبونينشال اللي هو طريقة في 10 أس في 10 أس باور معين. فمن هسه نقول له إنتر، نفذ لي الآن من الآن وصاعدا من أعطيت الأمر راح يعيد لي عرض الأرقام بصيغة الأسس. فمن نجي نقول له باي، عرض لي إياها، نشوف عرض لي إياها نفس الصيغة السابقة اللي هو 3 عدد صحيح و 1416 بال10000 مضروبا في 10 أس زائد 3 أصفار. ومثل ما نعرف إيش أس 0 1، بمعنى هذا كليته 1. هذا الرقم، هذا الرقم كأنما نقول فيه 10 مرفوع للقوة 3 أصفار، في 10 مرفوع للقوة 3 أصفار. هذا مو اكس، هاي خلينا نسويها عيده، لا في 10 اس 3 أصفار. هذا الجزء بالضبط، وكأنما احنا نقول في 10 مرفوع للقوة 3 أصفار. طيب زين، واللونج ايضا اللونج نفس الشيء، فورمات لونج بصيغة الإكسبونينشال. من نطي انتر الآن يصبح الماتلاب انطلاقا من هذا الأمر راح يعيد لعرض أي رقم أنا أريد يحسب لي أو يعرض لي بصيغة 16 مرتبة بعد الفارزة وأيضا إكسبونينشال. فنقول له انتر، هنشوف رجع نفس الصيغة القديمة مات اللونج، لكن ضاف لي الجزء العشري حتى لو كان ما يحتاجه. طيب هنا أنا راح أقع يعني أنا في إشكالية، أي من الصيغتين أنا اللي المفروض أعتمدها؟ قد تكون أنا بنفس الموديل بنفس العمليات الاحتسابية، أكو قسم أنا بحاجة أن أعرضه بشكل الأسس مضروب في 10 مرفوع لقوة معينة، أو ما أحتاج، الرقم بسيط ما يحتاج بين أضربه في الأسس. هنا أنا الماتلاب ضاف لي فد فورمات جدا لطيف اللي هو فورمات شورت وجي جي اللي هو جنرك. هنا اني الرقم اذا يحتاج استخدم له طريقه الاسس لتبسيطه هو راح يحدد، واذا كان ما يحتاج راح يبقيه بالطريقه الاعتياديه. فنقول له انتر، الان من اجي اعيد اقول له باي، نشوف الباي عرض له بدون اكسبونينشال، لان الرقم ماكو حاجه الى ان اعيد كتابته. لكن اذا اعطيته رقم كبير بحاجة إلى الإكسبونينشال هو راح يضيف الإكسبونينشال. فهنا أنا أصبح القيادة بيد الماتلاب، حولته كأنما طلبت من عنده هو اللي يحدد في حالة حاكو حاجة إلى إضافة إكسبونينشال لإيضاح الرقم أو ماكو حاجة إلى إضافة الإكسبونينشال. نفس الشيء بالنسبة إلى الفورمات لونج، أيضا أقدر أعطي اللي هو الجي اللي هو الجنريك اللي هو بحيث الماتلاب يحدد لي. فايضا من اجي اقول له باي، راح يعرض لي اياها بدون اكسبونينشال، يعني الرقم ماكو حاجه الى ان يضيف له اكسبونينشال. اكو صيغ اخرى قد احنا ما نحتاجها، لكن هي موجوده نحاول نعطيها من باب العلم بها. على سبيل المثال انا عندي اقدر اغير طريقه عرض الرقم، اكرر طريقه عرض الرقم، اقول له على سبيل المثال اعيد لي عرضه فورمات هكس اللي هو هكساديزمال، بس من باب التذكير هذا اللي بنشرحه هو موجود بصفحة 21 من ملزمة المختبر. فهنا أنا عندي من حولته إلى صيغة الهكساديزمال انتر، الآن من الآن وصاعدا أي رقم يعرضه يحول لي بما يكافئ النظام الهكساديزمال أو النظام 16. فمن اجي هسه اطلب من عنده يعرض عرض قيمه باي، راح يعرض لي نفس الباي السابقه اللي عرض لي اياها ولكن بصيغه الهكساديزمال مع التقريب الى ابسط صيغه ممكنه. طيب فقط هذه، لا اكو انا عندي بعد صيغه اخرى اللي هي اللي هي البانك، بالبانك فورمات بانك
هنا أنا يعرض لي مرتبتين بعد الفارزة، فتصيرها جدا بسيطة. إذا أنا ما مهتم بالجزء العشري، والجزء العشري ما ممثل ما يأثر عندي فد مقدار حيوي فيما يخص النتائج، أنا هنا أنا أقدر أعرضه إلى مرتبتين عشرية ويطلع لي الباي نفس اللي إحنا كانوا يحفظون إياه 3 و14، وبالتالي يطلع لي القيمة مالته مرتبتين عشرية فقط بعد الفارزة. أكو صيغة أخرى بسيطة اللي هي فورمات بلاس، هنا يعطيني فقط إذا إشارة العدد أو النتيجة هل هي موجبة أم سالبة، يعني أكبر من الصفر أو أقل من الصفر. فهنا مجرد ما نقول له باي رقم موجب، فبالتالي راح يقول لي الإجابة مالتك موجبة. لو نجي نقول له سالبا باي انتر، راح يقول لي الإجابة سالبة. وآخر جزء اللي هو الريشنال الأعداد الكسرية، فهنا أنا فورمات ريش، من نيجي نقول لها سباي انتر، راح يعطيني 355 مقسوما إلى 113، وهذا يختلف عن الباي اللي احنا حافظينه اللي هو 22/7. الباي مثل ما قلت قبل شوي، بالمناسبة هذا مو خطأ بالماتلاب، الباي مثل ما قلنا قبل شوي رقم كوني، يعني عدد المراتب بعد الفارزة عدد غير منتهي، والباي لكونه عدد كوني لا يمكن تمثيله بكسر، واللي هو السبب اللي خلى النظام الكسري يفشل ويظهر بدل عن النسبي اللي هو عدد الأعداد العشرية. هاي 22/7 اللي هي توصف الباي بهذه الصيغة 3 و14، يعني لمرتبتين بعد الفارزة الكسر الذي يصفه بشكل صحيح هو 22/7. أما للباي اللي قبل شوية تعاملنا وياها اللي هي 14 مرتبة بعد الفارزة صحيحة، فالكسر الذي يوصفها هو هذا الكسر اللي هو 355 مقسوما على 113. ولو أنا أخذت مراتب عشرية أكثر من 14 صحيحة للباي، أنا رح أحتاج كسر آخر ليوصفها بشكل صحيح. وهكذا في كل مرة أنا أخذ مرتبة عشرية إضافية صحيحة للباي، يوجد كسر آخر جديد لوصف الباي، فلهذا الباي لا يمكن تمثيله بكسر، لأن عدد الأعداد العشرية بعد الفارزة هو غير منتهي، وبالتالي يوجد كسور غير منتهية لوصف الباي. إلى هنا راح نتوقف وأترك لكم المخيلة وفسحة، لأن تجرب أنت مجموعة أرقام أخرى، أي أرقام أنت تعجبك، وغير بهذه الفورمات لأجل أن تطبقها وتكون عندك ممارسة عملية بها. نلتقي مرة ثانية في درس عملي آخر في لغة الماتلاب، وشكرا.